في هذه اللحظاتية الحفلة الكريمة، تمت انطلاقة الشوط التاسع في المجموع، الشوط الختام بالنسبة للبكار. انطلق في هذه اللحظات اللي في أول المراكز الذيبة للسيد عبد الله بن سعيد أبجاد الهاجري في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز تسللت في هذه اللحظات من الجانب الأيمن، انتزعت المركز الأول لعادي النصيبة للسيد علي بن حمد بن حيدان المري، أما اللي في ثالث المراكز هذه وحدها للسيد محمد بن علي بن كخان المري وحدها في هذه اللحظات في هذا الشوط، ولكن هذا الشوط مكتظ بهذه السبق وبهذه الشعارات يا بن كخان، وليست وحدها في هذا الشوط. أما اللي في رابع المراكز هذه اللي في رابع المراكز سللت من الجانب الأيمن، هذه رقم 2 الوطن للسيد حمد الهاجري مع الوطن في رابع المراكز. أما اللي في خامس المراكز هذه الغير مدونة عندنا، وفي خامس المراكز هذه اللي واصلة الشاهينية للسيد عبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري مع الشاهينية في خامس المراكز. اللي في أول المراكز في هذه اللحظات هذه وحدها للسيد محمد بن علي بن كخان المري مع وحدها في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذا شعار أبجاد الهاجري، هذا شعار السيد عبد الله بن سعيد بن أبجاد الهاجري مع الذيبة في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذه الوطن للسيد حمد الهاجري مع الوطن في هذه اللحظات في ثالث المراكز. الرابع المراكز اللي واصل هذه النصيبة للسيد علي بن حمد بن حيدان المري مع النصيبة في رابع المراكز. خامس المراكز هذه الشاهينية للسيد عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري مع الشاهينية في خامس المراكز، سلل مباشرة إلى رابع المراكز. اللي في أول المراكز هي الحفلة الكريمة هذه الوطن للسيد حمد الهاجري مع الوطن في أول المراكز، هذه الوطن كما تشاهدونها على شاشة التلفزيون للسيد حمد الهاجري. أما اللي في ثاني المراكز هذه وحدها للسيد محمد بن علي بن كخان المري مع وحدها في ثاني المراكز. ثالث المراكز اللي وصلت هذا شعار عبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري مع الشاهينية في هذه اللحظات في اللي في اول المراكز في هذه اللحظات هي الحفله الكريمه هذه الشاهينيه، وتعود ملكيه الشاهينيه للسيد عبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري مع الشاهينيه في اول المراكز. اما اللي في ثاني المراكز هذه الوطن للسيد حمد الهاجري في ثاني المراكز، اما الشاهينيه للسيد عبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري حتى هذه اللحظات في اول المراكز، وسيطره سيطره تامه الشاهينيه للسيد عبد العزيز ابن جاسم بن ربيع الكواري، ولكن أرى الوطن تحاول للسيد حمد الهاجري في ثاني المراكز، ولكن الشاهينية مصرة على انتزاع المركز الأول والناموس. الوطن من في ثاني المراكز، الشاهينية في أول المراكز، السيد عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري في هذه اللحظات في أول المراكز كما تشاهدونها على شاشة التلفزيون. هذه الشاهينية للسيد عبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري انتزعت المركز الأول، أما اللي في ثاني المراكز هذه الوطن في ثاني المراكز للسيد حمد الهاجري، وفي ثالث المراكز هذه وحدها للسيد محمد بن علي بن كخان المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 54 ثانية 71 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.